بتتأثر في فترة من الفترات بسبب ان محدش بيدي المعلومة. فبقني اساسا شغلتي مدرسة، فقلت لا يعني مهم ان احنا نعلم اكبر قدر ممكن من الناس ايه هو فن الباتيك، لان لما حد هيجي ياخد كورس هيعرف هو قد ايه صعب. كان نفسي جدا ان احنا نعمل ازياء مصريه، او احنا اللي نعمل الموضه ما ناخدهاش من بره، وخصوصا ان التراث بتاعنا الثقافي المصري كبير قوي 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 قوي.